مدير متابعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذا البث المباشر من الطالب البيضاء. مرحبا بكم متابعينا، صباحكم مبروك، وان شاء الله الناس اللي غادي لخدمتهم وعاد كيوجدوا الله يسهل عليهم والله ييسر لهم، والناس ان شاء الله اللي مازال خدامه ف تحيه لكم ومرحبا بكم متابعينا الكرام. صباح فكنبغيو نشوفوا الاجواء يعني الصباحيه في شوارع مدينه الدار البيضاء، ويعني كذلك فنبغيو على اننا دائما معكم في المواضيع اللي كتشغلنا، يعني المواضيع اللي كنكونوا كنتداولوها بشكل يومي متابعينا. كذلك بغيو نوجهوا تحيه يعني للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، يعني في مكانه فتحيه لهم. دائما كنقراو الرسائل ديالكم اللي كتزيد تحفزنا على الخدمه وعلى نزيدو على اننا ان شاء الله نوصل لكم الخبر في الوقت ديالو. الى بلاصه في كازا خويا، حنا دابا تقريبا في معارف. صباحكم مبروك بعدا خويا النودي. كذلك فبغاو نذكروا متابعينا الكرام بلي الحصيله اليوميه ديال الفيروس ديال كورونا فهي في تصاعد كبير. نتمنوا من الله العلي العظيم على انه يرفع علينا هذا الوباء هذا ان شاء الله في اقرب وقت ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه. الله يحفظك انا هند. مرحبا اختي هند، الله يحفظك، شكرا لك. عزيز كرام يا خاوية، وهي اخويا عزيز كنعيشو الأجواء ديال الحضر تجوها الليل. صال زيجي عليكم السلام خشي. كازا كومير شحال زوينة كازا، وهي خاوية، وهي يعني الشوارع ديال كازا وهما خاويين فأجواء أجواء يعني جميلة فيهم، خصوصا بالشوارع الكبار يعني كيكونو زوينين وداكشي. ف منظر جميل، وقت نزها أنس عليكم السلام جينزا، صباحكم مبروك. أجواء جميلة وزوينة خصوصا في هذا يعني كتلقى يعني طريق خاوية وكتكون نقية وكتجمع كيكونوا زوينين. ف هاكا حنا ولفنا يعني الشوارع ديال الدار البيضاء الشارعة الأخيرة ديالها. نتمنى من الله العلي العظيم على انه ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء هذا في اقرب وقت يا رب العالمين.
المرة اللي يطلع عندك خويا علي دائما كنبغيو على اننا يعني نقربوكم من الاجواء اللي كتكون خصوصا وحنا يعني فهم موالفين يعني بهاد الاجواء هادو بتاتا يعني موالفين هاش يعني نهائيا موالفين لان الطريق ديما كتكون عامره يعني كازا عامره فراوات ديالها الناس ديالها بزاف ديال الحوايج نتمنى الله يطرف علينا ان شاء الله هاد الوباء ونرجعو ان شاء الله في اقرب وقت السابق ديال الايام ديالنا ونشوفو الاهالي ديالنا ونشوفو كذلك يعني الناس اللي كنبغيو ونسلمو عليهم كيف كنبغيو يعني بدون قيود ودون بزاف ديال الحوايج ان شاء الله يا رب العالمين. ما نساوش متابعينا يعني على واجب على ان ناصحوا بيناتنا دائما باش ان شاء الله اليد في اليد نحاولوا على اننا نقضيو على هذا الفيروس هذا اللي صدنا وقتلنا يعني الروتين ديال حياتنا وقتلنا الاجواء ديالنا والتقاليد ديالنا وبزاف ديال الحوايج اللي تبدلات مع يعني مع هاد كورونا. ان شاء الله يترفع علينا على الوباء هذا في اقرب وقت وكنشوفوا يعني الازمات اللي كتدوز دابا كتمر سواء ازمات نفسيه سواء ازمات يعني ماليه عند بعض الاسر الله يحسن لهم الاوان يعني بزاف ديال الحوايج امين. عليكم السلام خويا صافا. لماذا نموت؟ سؤال فلسفي اخ عزيز. خويا هذا ما سؤال ما والو يعني نظرك انت اخويا علاش كنموت اينا ف يعني الله سبحانه وتعالى ف عطانا واحد القدر ديال العمر اللي كيتكتب لينا في اول لحظه يعني كنبغيو نخلقو فيها فين كنكونو مازال كاع ما كاينين كاع فداك العمر ربي سبحانه وتعالى محدو لينا يعني ما غادي نزيدو عليه سوا بثانيه ما غادي نقصو عليه بثانيه داكشي اللي مكتوب لنا الله غادي نعيشو غادي نعيشو خويا ان شاء الله.
حتى الفلسفه الا بغينا ندخلوها ندخلوها يعني في شي اطار اللي يناقش شي حاجه اللي نفتحوا فيها حوار ماشي حاجه اللي باينه اخويا فمنظر ما كاينش. متابعينا الكرام وصلنا معكم لنهاية ديال هاد البث كنشكركم على الوفاء ديالكم متابعينا نتلاقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر الى اللقاء.